استعداد الكرة طويلة أمامية. يزيد منصوري يوقف كرته، حذاري من الخطأ يزيد منصوري. رفيق حليش في متابعة جيدة. خالد لموشية، خالد لموشية تعود الكرة مرة ثانية على يمينه كريم زياني. كريم زياني لمن؟ كريم زياني بهذه الكرة طميرة جيدة لكريم مطمور. كريم مطمور يوصل 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 زياني على الجهة اليمنى، وهدف لصالح المنتخب الجزائري. يلهب المدرجات، مدرجات ملعب تاكير، تهتز كلها بالأعلام الوطنية. هذه هي الجزائر وهذا هو المنتخب الوطني الجزائري، هكذا يريده المنتخب الجزائري، يريده أنصاره. رفيق صيفي يسجل الهدف، رفيق صيفي يفتتح باب التسجيل لصالح المنتخب الجزائري. نتمنى أنها ستكون البداية في هذه المقابلة. نشوف الإعادة ومطمور كيف تابع اللقاء والكرة، والهدف من صيفي رفيق كان جميل جدا. هذا الهدف مطمور، مطمور اللي حقيقة عمل عمل الجبار على الجهة اليمنى، وافتح ناحية صيفي. حذاري من الكرات المرتدة هذه والهجمات المعاكسة من